العربيات. نعم. بمعنى ليس هناك فرق كبير ما بين البطلات الأخريات، لا نتكلم على إثيوبيا وعلى البطلتان من كينيا، ولكن البطلات الأخريات، فهناك فرصة كبيرة لكي نشاهد الآن سيدات العرب تدخلنا إلى النهائي إن شاء الله. إذا انطلقت التصفية الأولى من خلال هذا التنافس الكبير. بطبيعة الحال على مستوى بطولات العالم، على مستوى الدورات الأولمبية، لا توجد لاعبة أرنب، كل عداءة تعتمد على قدراتها، على إمكانياتها لتحقيق ما تتمناه وفق الجاهزية من قبل الجهاز التدريبي. نعم، كما تكلمنا دائما ونقول بأن في بطولة عالم ألعاب أولمبية تكون هناك سباقات استراتيجية تكتيكية أكثر مما سباقات تعتمد على الأرقام، لأن لا يهم الرقم، ما يهم عثمان هو من يفوز أو من يتأهل. فلهذا لم نجد أي عداء أو عداء تلعبنا دور الأرنب، لأن جميع الدول التي كانت متألقة كثيرا في ألعاب البحر المتوسط وتفوز بميدالية ذهبية وفازت على زميلتها المغربية وكانت كما قلت متألقة كثيرا في ألعاب المتوسط، فهل ستكرر نفس الإنجاز وتتأهل العداء الجزائرية وهي ليس لها خبرة كبيرة جدا مثل المغربية؟ المغربية شاركت في عدة ملتقيات وحتى رقمها أفضل بكثير من الجزائرية، لأن كما قلت للمغربية أتيحت فرصة كبيرة لكي تشارك في ملتقيات الدوري الماسي والدوري التحدي وبطولات كثيرة. نعم. ولكن الجزائرية ذكية جدا، ذكية وذكية يا عثمان، كما أنا شاهدت العالم المتوسط، فذكائها جعل أن تفوز على بطلتان مرشحتان المغربيتين في آخر لفة. نعم. إذا سباق 3000 متر موانع، والسؤال الآن للكابتن سعيد. قلنا الكينيين أكثر مراقبة من قبل الاتحاد الدولي في عام 2012، المغرب المركز العاشر في عملية المراقبة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، طبعا هذه إحصائية المغرب بأن يكن حاضرات في النهائي. هناك شيموس التي عادت للتألق من جديد، طبعا تتمنى أن تكون بجانب الكينيات الأخريات. شيموس موجودة في هذه المجموعة تحمل رقم 559، ونقول سعيد أحصائيات المنصرين وهو الحديث الآن، وهو الحديث القوي. هذه متابعة الاتحاد الدولي غير لجنة مكافحة المنصرين. سأتحدث، روسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد كينيا 336 فحص، أمريكا المركز الثالث 220 فحص، إثيوبيا الرابع 171، جامايكا الخامس 116. عثمان، كما سمعنا هنا في روسيا حتى وزير الرياضة الروسي تدخل. نعم. في هذا الموضوع. نعم. ألمانيا كما قلنا خرجت الحكومة ورئيسها. أي عداء إلا ضمان التأهل. أمامنا المغربية العلمي، سليمة العلمي في السليم، هي في السليم حتى هذه اللحظة. نعم، سليمة الوالي العلمي تريد أن تتأهل بأي طريقة. نعم، فحتى شاهدناها من قبل أرادت تدخل ما بين أسيفا وشيموس، وبكل صراحة وبكل شجاعة دخلت ما بينهما، وحتى شيموس لاحظت من هذه البطلة التي تريد أن تدخل ما بين بطلتان مرشحتان للفوز بهذا السباق. فليس حل آخر لسليمة، ليس حل آخر لسليمة، لابد عليها أن تتعامل مع السباق بهذه الطريقة إذا أرادت أن تضمن التأهل، وهي عملية رائعة جدا وفكرة رائعة جدا تستحق أن تكون من الخمسة الأوائل. إذن سليمة العلمي التي تقود هذا السباق هي في المركز الأول. هناك شيموس، كينيا موجودة بإثنتين، إثيوبيا في المركز الرابع، أين هي أمينة بطيشي الجزائرية الكوكبة الموجودة أمامنا
ما زالت سليمة العالمي في الأمان، في الإطمئنان، في الاستقرار، في الخمسة الأوائل في التأهل للنهائي. نريد جهد أكبر من أمينة بطيشي الجزائرية، والصراع في آخر 200 متر من هذه التصفية، كيف سيأتي السيناريو القادم؟ تراجعت سليمة وبقيت في المركز الخامس. الجهد الكبير، التعب، المانع المائي الأخير، وهناك حاجز أخير، دخول الخط المستقيم. ما زال السليمة العالمي في المركز الخامس، هي في الطريق إلى التأهل. هناك كينيا بإثنتين، إثيوبيا حاضرة، سليمة العالمي، العالمي المغرب في نهائي سباق 3000 متر موانع للسيدات، وأعتقد أنها بحاجة إلى إعادة ترتيب أمورها في النهائي حتى لا تكون تبذل كل قوتها في بداية السباق سعيد، أو حتى في منتصف السباق. المتأهلة في سباق 3000 موانع، مرحبا بك على قناة الجزيرة سليمة، ويعني كيف كان السباق بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسباق ديالي أنا كان صعيب شوية، وحاولت أنا نسيطر على السباق باش أنني نفوز للدور الثاني، لأن أنا ما عنديش سرعة نهائية قوية بزاف، داكشي باش استطعت أني نخرج من الدورة الثانية. وزعما الحمد لله حاولت ندوز للدور الثاني، وكان هذا السباق هذا المغرب ديالي والفريق الجهدي الملكي ديالي ودرك الملكي ايضا، وكنشكر اللجنه التقنيه اللي كتسهر على التنظيم هذا. معنا سعيد عويطه، المحلل الجزيره الرياضيه، البطل العالمي، يقول انك كنت ذكيه في التعامل مع السباق، ماذا تقولين على ذلك؟ بالنسبه للسباق حاولت انني نجري بواحد شويه ديال الذكاء، و بديت السباق من الاول لان كان شويه فيه ديال التعقلات، وحاولت انني ندخل معهم، وكيف ما كنقول بان انا ما عنديش سرعه نهائيه، وحاولت نخرج من الدوره الثانيه باش نسيطر على السباق ونتحكم فيه ونفوز للدور الثاني. شكرا لك، ونتمنى لك التوفيق، وتنضم الينا الجزائريه ايضا امينه بطيش. امينه بطيش، مرحبا بك على قناه الجزيره الرياضيه، يعني بذلتي مجهود قوي في هذا السباق، كيف كان السباق بالنسبه لك اليوم؟ السلام عليكم. كان السباق شويه صعب عليا، هذه اول مشاركه لي عالميه، تدخل في التجربه بالطبع، كان شويه اثر عليا شهر رمضان، كنا في تحضيرات مع الصوم، طاح علينا التعب اخر رمضان هذه الايام، ولكن الحمد لله قدرت ندير الشيء اللي نقدر، وان شاء الله نتاهل على حسب الوقت. تحصلت على المرتبه السابعه، وان شاء الله نكون من احسن خمسة اوقات باش نتاهل للنهائي. بارك الله فيك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا، وعودة لك عثمان. شكرا مراد العرابة في منطقة